ثاني أكبر متاحف العراق، يفتح أبوابه للجمهور مجدداً بعد إغلاق لأكثر من 20 عاماً. متحف الناصرية الذي بني في ستينات القرن الماضي أغلقت أبوابه ونقلت معروضاته إلى بغداد بعد أن تعرض للتدمير أثناء انتفاضة شعبية ضد الرئيس السابق صدام حسين عام 1991. المتحف كان يحوي أكثر من 600 قطعة أثرية تعود إلى حضارات مختلفة يرجع تاريخها لأكثر من 7000 سنة. ترميم المتحف وإعادة افتتاحه استغرق وقتا وجهدا من عدد كبير من الخبراء. الحكومة العراقية رأت في افتتاح المتحف ردا عمليا على الهجمة التي يشنها تنظيم داعش المتطرف على تراث العراق. واليوم نفتتح متحف الناصرية الحضاري، وبعد أيام نفتتح متحف المثنى، وأضف إلى ذلك جهد آخر هناك بعثات تنقيبية، واستطعنا أن نحصل على آثار مهمة في تل أبو طبيرة وتل خيبر، وهذا الجهد هو رد على مشروع تخريبي منظم ممنهج هو تقوده داعش. تراث العراق عانى الكثير من الفوضى والنهب التي أعقبت سقوط الرئيس صدام حسين عام 2003، ثم عندما سيطر متطرفو داعش على مناطق شاسعة من البلاد ودمروا آثاراً لا تقدر بثمن في متحف الموصل ومدينة نمرود الأشورية القديمة. ندى تويجري، العربية.